ملخص لكتاب الفن في قول لا The Art of Saying No للكاتب دايمون زهارديس دار النشر Independently Published سنة الإنتاج 2017 حجم الكتاب 170 صفحة. هل يدفعك الناس باستمرار ليحصلوا على مساعدتك لهم؟ إذا كان الأمر كذلك، فمؤلف كتابنا لديه التقنيات التي ستساعدنا في هذا المجال، ويفسر لنا لماذا يجب أن نتكلم بصراحة وبشكل مباشر حول ما تريد القيام به وما لا تريد القيام به. هذا يتضمن قول كلمة لا عندما يكون ذلك مناسبا. فيبدأ بسؤال بسيط: هل أنت شخص يلجأ إليه الآخرون؟ هناك معضلة مشتركة لهذا النوع من الأشخاص. فعلى سبيل المثال، صديق يطلب منك المساعدة ووافقت على طلبه، ولكن 10 إلى 15 دقيقة التي طلبها من وقتك تحولت إلى ساعة تقريبا. بالطبع تشعر بشعور جيد لأنك ساعدته، ولكنك في المقابل تشعر أيضا بالسوء، فلقد كان بإمكانك استغلال ذلك الوقت لإنهاء عملك الذي كنت تنوي الانتهاء منه، ولكنك الآن متأخر عن الموعد المقرر له. وبعد ذلك بوقت قصير، صديق آخر يطلب منك أمرا مشابها، ولكونك لطيفا تتخلى عن ساعة أخرى من يومك، الآن أصبحت متأخرا جدا عن الموعد المقرر لإنجاز أعمالك. للأسف غالبا ما يصبح هذا الحال نمط يتكرر بشكل دائم، ففي سبيلك لتكون شخصا لطيفا تتحامل على نفسك لأن تصبح الشخص الذي يلجأ إليه الآخرون لتنفيذ مهامهم الخاصة، وكنتيجة لذلك وبالتدريج تصبح مستاء من كل الأشخاص الذين يطلبون مساعدتك، وقد تصبح أيضا غاضبا من نفسك لتساهلك في إعطاء أغلى ما تملك وهو وقتك للآخرين. وهنا الحقيقة ببساطة: في كل مرة كنت تقول نعم لشخص آخر فأنت تقول لا لنفسك. ولكن لا تقلق، فلحسن الحظ هناك وسيلة فعالة للخروج من هذا المأزق، ألا وهي تعلم كيف تقول لا باتزان وكياسة ولباقة ومن دون الشعور بالذنب. احمي وقتك، فإذا لم تدافع عن وقتك وأولوياتك بنفسك فلن يقوم أحد غيرك بهذه المهمة. تذكر دائما إرشادات السلامة بالطائرة: عند الطوارئ ضع الكمامة لنفسك أولا قبل مساعدة الآخرين. استخدم هذه القاعدة في حياتك اليومية: اهتم بتنفيذ أعمالك الخاصة أولا قبل مساعدتك في تنفيذ مهام الآخرين، ففشلك في القيام بذلك هو هزيمة ذاتية، لأنك إذا كنت تنفق معظم ثروتك، وهنا أعني الوقت، في مساعدتهم فستصبح متعبا ومكتئبا وغريب الأطوار لدرجة ستصبح فيها عاجزا عن مساعدة أي أحد بما فيهم أنت. فالقاعدة الأساسية في الحفاظ على الذات هي رعاية نفسك أولا، ومن ثم رعاية الآخرين في حدود المعقول ومن دون الإضرار بنفسك، وليس من دون التفكير بالأمر بشكل دقيق. إصرار. رعاية نفسك أولا تتطلب إصرارا، والتي تتطلب تطوير الثقة بالنفس واحترام الذات. يجب عليك أن تكون قادرا على التعبير عما تريده من هذه الحياة، ومن بعد ذلك اذهب للحصول عليه. يجب أن تمتلك الجرأة لتتحدث عن نفسك عند الضرورة والتصرف بما تعتقد أنه الأفضل بالنسبة إليك، فعندما تكون حازما ستشعر بالحرية بالعيش كما ترغب من دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الآخرين لقراراتك. فالإصرار يتطلب أن تكون صريحا مع نفسك أولا، فمع تعلمك قول كلمة لا ستصبح أكثر حزما. كلمة لا ستصبح الكلمة السحرية التي ستغير حياتك للأفضل. ومن الخطأ
الاعتقاد بأن الأشخاص الحازمين عدوانيين، فأن تكون حازما يعني أن تتحدث من عقلك ومن دون الخوف من العواقب. أما العدوانية فتعني أنك محارب، مؤذي، معتد برأيه ومهدد للآخرين. الأشخاص الحازمون محترمون ولا يتحدثون بطريقة دونية تجاه الآخرين، ويشعر العدوانيون كما لو أنه يجب أن يسيطروا على الاجتماعات من البداية إلى النهاية. يتصرفون كما لو أنهم الرأي الوحيد في غرفة مليئة بالآراء الجيدة، وفي الحوارات يحاولون التفوق على الجميع بإسكاتهم وإظهار أنهم يفهمون أكثر من الجميع. أما الأشخاص الحازمون فهم مراعون للآخرين، ولكن بحدود لا تسمح لهم بأن يمارسوا أي نوع من أنواع الضغط أو فرض الرأي. قوة كلمة لا. لا هي كلمة صغيرة في حجمها، لكنها تحمل قوة هائلة، وهذا هو أحد الأسباب التي يكره الكثير من الناس أن يقولوا أو يخافون أن يقولوا كلمة لا، وعندما يستجمعون الشجاعة لرفض طلب شخص ما، فهم غالبا ما يقدمون الاعتذار والأعذار، أو بشكل أصح هم يتوسلون لتسامحهم على رفضهم لتأدية ذلك الطلب. معظم الأطفال يتعلمون أنهم يجب أن يكونوا لطفاء مع الآخرين كجزء من تربيتهم للقيم والأخلاق الحميدة، ولأنهم أيضا يرغبون في أن يروا كأشخاص مراعين وذو شهامة، ولذا يظهرون الخير من خلال كونهم لطفاء، إلى أن يصبح قول نعم صفة مهمة في منهج حياتهم. وعندما يصبح هؤلاء الأطفال كبارا، يتحول معظم هؤلاء الأطفال إلى روبوتات لترديد كلمة نعم لأي أحد ولأي غرض. بعض الأفراد يصبحون متعطشين لإرضاء الناس، يخاف من أن يتكلم عن نفسه ورغباته، يشعر أنه يجب عليه دائما أن يضع الوجه السعيد ويتصنع الفرح حتى في أسوأ حالاته، يتجنب الصراع ويعتقد أنه سيكون أنانيا إن فعل أمرا لنفسه فقط. لديهم ضعف في تحديد حدودهم الشخصية، ويعتقدون أنه ما يهم فقط في هذه الحياة هو إسعاد الآخرين. سلوك مكتسب. الميل لقول نعم في كثير من الأحيان يصبح طبيعة ثانية أو عادة قوية، مما يجعل منه في نهاية الأمر سلوكا مكتسب. فعندما يطلب منك شخص ما خدمة، فأنت لا تفكر حتى في الطلب، بل توافق تلقائيا وبشكل فوري. لا تقلق، يمكنك أن تتعلم ترك هذا السلوك المكتسب. ابدأ بخطوة صغيرة، بدلا من قبول المهمة فورا قف صامتا للحظات قصيرة، وفكر في ماهية الطلب المراد منك، وفي المرة المقبلة فكر في لحظة الصمت عن الدافع الذي يجبرك على قول نعم للمهمة المناطة لك. هل هو مراعاة لمشاعره على حساب مشاعرك، أو لتصبح مقبولا لديه، أو تدني في مستوى احترامك لذاتك؟ فكسرنا لهذه العادة يتطلب جهدا كبيرا، ولكن لماذا لا يمكننا أن نقول لا بكل بساطة؟ للأسف يعاني الكثير من الناس من صعوبة في الرفض لأسباب عديدة. السبب الأول، لتجنب الإساءة إلى الناس. ففي كثير من الأحيان يستسلم الناس لتجنب إغضاب الآخرين، ولكن حاول أن تقول كلمة لا بكل احترام للطرف الآخر. فعندما تعامل شخصا آخر بكل احترام كما طلب منك أيضا بكل احترام، فقد فعلت ما بوسعك تجاهه. هذه المعلومة ستحررك من الشعور بالذنب تجاهه. السبب الثاني، لتجنب مخيبة آمال الناس. عندما تشعر بأنك خيبت أمل شخص ما بقول كلمة لا، فستشعر بالندم تباعا. تذكر أن الشعور بالندم لأنك دافعت عن نفسك يعد تصرفا غير لائق. السبب الثالث، لتجنب الظهور بشكل أناني. ففي كثير من الأحيان يتطرف الناس لقول كلمة نعم حتى لا ينظر لهم الآخرون بمنظر الشخص الأناني، ولكن تذكر أنه إن وضعت احتياجات الآخرين في رأس قائمة أولوياتك
فستعاني في حياتك. السبب الرابع لمساعدة الآخرين: الناس يحبون أن يشعروا بالرضا تجاه أنفسهم، وأحد أفضل الطرق في تحقيق ذلك هو مساعدة الآخرين. لكن هذا يعتبر قصر نظر، فوقتك ومالك واهتمامك موارد محدودة، فكن انتقائيا في كيفية صرفها. السبب الخامس لتدني احترام الذات: البعض من الناس الذين يفتقرون إلى الثقة العالية بأنفسهم غالبا ما يعتقدون خاطئين أن وقتهم أقل قيمة من أوقات الآخرين. السبب السادس الحصول على قبول الآخرين: هل تعتقد أنه عندما تقول كلمة لا للآخرين سيقل حبهم لك؟ في الواقع النتيجة عكس ذلك، سيحبونك أكثر وسيحترمونك بشكل أكثر. السبب السابع لتبدو ذا قيمة للآخرين: يريد الجميع أن يشعروا بالتقدير، ولكن لا تنجرف في مساعدة الآخرين إلى الحد الذي تقلل فيه من احتياجاتك. صحيح أن قيمتك ستزيد لدى الآخرين عندما تساعدهم، ولكن لا توقف حياتك من أجل غيرك. السبب الثامن لتجنب خسارة فرصة: هل تخشى قول كلمة لا للأشخاص المهمين مثل رئيسك في العمل؟ لا تفعل ذلك، وفكر بطريق منطقي متتابع لما تريد الوصول إليه. السبب التاسع لتجنب التنمر العاطفي: المتنمرين لن يتوقفوا حتى توافق على القيام بما يريدون. تكتيكاتهم المتنوعة من الصراخ والتهديد والشتائم كلها أشكال من التلاعب العاطفي. لذا اخلع نظارتك السوداء وشاهدهم على حقيقتهم، وارفض كل طلباتهم بكل حزم لإبطال قوتهم الوهمية. السبب العاشر لتجنب الصراع: في بعض الأحيان من المستحيل تجنب الصراع، ومن المستحيل أيضا تحقيق التناغم. لذا كن شجاعا بما فيه الكفاية لحماية نفسك. قل كلمة لا من دون تلاثم. استخدم هذه الاستراتيجيات لكسر عادتك بقول نعم. الاستراتيجية الأولى: كن مباشرا. عندما يطلب منك الآخرون معروفا لا ترغب القيام به، كن صريحا وصادقا وجابههم بكلمة لا من دون تقديم مبررات أو مواراة. الاستراتيجية الثانية: لا تماطل بالوقت، فمماطلتك بالإجابة سواء بالرد بالإيجاب أو النفي تجعلك تبدو كأنك غير حازم، فالمماطلة أير غير محبذ، فقولك بكلمة لا يعتبر أكثر احتراما للطرف الآخر من المماطلة. الاستراتيجية الثالثة: استبدل كلمة لا بكلمة أخرى. يمكنك توصيل الفكرة بالرفض من دون قول كلمة لا بشكل صريح، كنوع من تخفيف حدتها بأساليب مختلفة. على سبيل المثال: أود أن أساعدك ولكني حاليا غارق في مشروع. الاستراتيجية الرابعة: قاوم الرغبة في عرض الأعذار، فالأعذار المختلفة نادرا ما تخدع أحدا، فاختلاء ذرائع من هذا النوع يقلل من قيمتك ويعد خوفا من مواجهة الصراع. بدلا من ذلك قل عذرا صادقا أو ببساطة قل لا، فالصدق هو أفضل سياسة. الاستراتيجية الخامسة: كن مالكا لقراراتك. فعندما يطلب منك شخص ما القيام بعمل وأجبته بقولك لا أستطيع، فغالبا في الحقيقة أنت تستطيع، ولكنك تتهرب من الإجابة بشكل صريح. كن مسؤولا عن قراراتك. الاستراتيجية السادسة: اطلب من السائل أن يعاودك في وقت لاحق. إنها ليست مماطلة عندما تطلب من الطرف الآخر أن يعاودك مساءلته لأداء طلبه عندما يكون لديك الوقت لتساعده بذلك، فهو طلب منطقي ومن حقك أن لا تضع نفسك تحت ضغط شديد. الاستراتيجية السابعة: تجنب الكذب حول مدى توفرك. لست مضطرا للكذب إذا كنت لا تريد أن تفعل شيئا، وليس عليك أن تشعر بالمسؤولية تجاه ردة فعل الآخرين السلبية نظير رفضك لطلباتهم. ردود أفعالهم تعبر عن مكنوناتهم الشخصية وليس لها علاقة بك. الاستراتيجية الثامنة: اعرض استراتيجية بديلة.
إذا كان ذلك ممكناً، لا تترك الشخص الآخر معلقاً. إذا لم تستطع أو لم ترغب القيام بالأمر، اعرض عليه رأياً آخر أو اقترح له شخصاً آخر. الاستراتيجية التاسعة: أوصف مدى انشغالك. إحدى الطرق للتعبير عن امتناعك للقيام بالعمل هو إظهار مدى انشغالك وإظهار أنه بالفعل ليس لديك وقت للقيام بأي شيء آخر. الاستراتيجية العاشرة: كن حازماً. بعض الأشخاص الملحين في طلباتهم لا يقبلون الرفض بسهولة، ولكن لا تستسلم لضغوطاتهم، لأنك إذا استسلمت فسوف يستغل تلك الفرصة ولن يتركك حتى يستنفذك بالكامل. أرجع المسألة للطالب الملح وقل له على سبيل المثال: أعلم أنك لا تحب سماع كلمة لا وستستمر في الإلحاح، ولكني لن أغير رأيي. الاستراتيجية الحادية عشر: كن مهذبا. لا تكن وقحا في ردك حتى لو كان الطرف الآخر وقحا، فقلة أدبك يمكن أن تعود عليك وتلدغك في وقت لاحق. ردك يجب أن يتصف بالكياسة والحزم. الاستراتيجية الثانية عشر: قل لا بالجملة. قد يكون لديك مهارات وخبرات خارج وصفك الوظيفي، لذا قم بإنشاء قاعدة عامة والتأكد من أن الجميع يعرف ذلك، أنه لا يمكنك أن تساعد أي شخص في تلك الأعمال الإضافية. بهذه الطريقة لن تضطر إلى رفض أي طلبات شخصية محددة. قل لا بشكل أقل. عندما تضع دائما احتياجات الآخرين قبل احتياجاتك، 5 دقائق هنا، ساعة هناك، ساعتين في مكان آخر، فأنت تهدر ثروتك المحدودة، وقتك الثمين. عندما تتخلى عن وقتك فلن يعود مجددا. تلك 5 دقائق في الغالب ستتحول إلى 45 دقيقة، وتلك الساعتين ستتحول إلى يوم كامل. إذا كنت من نوع الأشخاص الذين يساعدون شخصا أو شخصين بإعطائهم وقتك، فأنت بالغالب تساعد العديد من الأشخاص بشكل متكرر، وسينتهي بك المطاف ببذل الجهد الكبير من ساعاتك الإنتاجية تساعد الآخرين لتحقيق أهدافهم ولا تحقق أهدافك أنت. هذه وصفة لكارثة شخصية، وأنت بحاجة إلى طريقة مختلفة للعمل، لرفض الطلبات والدعوات والخدمات الصغيرة دون الشعور بالذنب. فمعرفة كيف أقول لا وفعلها في الواقع هما شيئان مختلفان. ففي أولى 4 مرات تقف لتدافع عن نفسك لن تكون سهلة، ولكن مع مرور الوقت ومع الممارسة المنتظمة قائلا لا بكل ثقة ومن دون أعذار، سوف يصبح نطقها وتقبلها أكثر بكثير. لتصبح خبيرا في قول كلمة لا، ابدأ بأعمال رفض بسيطة واعمل على تقوية قدرتك بالرفض للأعمال الكبيرة. على سبيل المثال، أخبر النادل بالمطعم: لا، لا أريد أن أتناول شيئا من أطباق الحلا لديكم، شكرا. وحالما تصبح مرتاحا مع الرفض بحجمه الصغير، انتقل إلى رفض بحجم متوسط ثم إلى رفض أكبر. ومع الممارسة ستلاحظ أنه أصبح لديك ديناميكية جديدة في تعاملك مع الآخرين. سيتوقفون عن إزعاجك بطلباتهم الملحة ويتركون لك وقتك الخاص، لأنك أصبحت بارعا في قول كلمة لا لدرجة لن تحتاج لأن تقولها كثيرا. نصائح جميلة، ألا تتفقون معي؟ ولكن بالرغم من جمالها، إلا أنني أود أن أبلغكم أنني قد خففت من حدة لهجتها حتى تكون بهذه اللطافة، وهذا أحد مآخذي على الكتاب، فلغته من وجهة نظري مباشرة وعدوانية قليلا للقارئ. فمثلا إحدى العبارات التي قمت بتجاهل ترجمتها هي: لا تجعل من نفسك ممسحة أقدام للآخرين. مؤثرة لكنها ليست بتلك اللطافة. هذا بالإضافة إلى تمحور صفحات الكتاب حول نقطة واحدة فقط، ألا وهي باختصار: كن أنانيا. فأحيانا من الصعب علينا أن نطبق تعليمات الكتاب بحذافيرها. فمثلا الأب والأم سيتصرفون بغريزتهم الأبوية تجاه أبنائهم ويضعونهم في رأس قائمة الأولويات. هذا بالإضافة إلى بعض الحالات الإنسانية
التي قد تتطلب من الشخص التنازل قليلاً عن أنانيته ومساعدة الأشخاص الآخرين. إلى اللقاء.